انا معايا على الهاتف المهندس عبد العاطي الصديق، وكيل وزاره الزراعه بمحافظه المنيا. نورتنا والحمد لله على السلامه والف مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور سامح، بارك الله فيك. دايما حضرتك يعني بتحب تساعد الناس بصراحه، وانا ده شيء انا خادم للناس. انا يعني ده انا عارف، انا مش يعني مش قادر اوصفك، لاني شفتك بتشتغل ازاي مع الناس، بتنزل لهم بنفسك، بتتابع معاهم حتى في جزئيات هي مش من مسؤوليات مديريه الزراعه، ولكن حضرتك بتحاول تساعدهم. تمام يا فندم. انا جالي استفسار من المنيا، حاج صابر بيقول لي انا القطن عندي جايب 16، يعني هو يقصد 1600. تمام. احنا عندنا مساحه قد ايه في المنيا؟ منظومه التسويق شكلها ايه؟ نقول ايه للناس علشان يقدروا يتحركوا، لان هو في وجه بحري حضرتك عارف ب 2100، وحتى السعر ده مش يعني في مزارعين كتير معترضين عليه، لكن ان هو يوصل ل 1600 دي يعني شويه قوي. فايه موقف القطن عندنا في المنيا؟ هو المزروع في المنيا حاليا 1120 فدان قطن، والسنه دي ما تحددش سعر معين، ده حسب العرض والطلب وبورصه. ايوه. فطبعا في شركه في بني مزار مش عارف اذكر اسمها بتاخد ب 1750. 1750. دي قطاع خاص. ها؟ قطاع خاص. طب ليه ليه بندوس وكذا شركه، وفي شركه بتدفع تحت المقدم 1500 على اساس بعد كده بتكمل. برضو يعني حضرتك عارف التكلفه بتاعت القطن وجمع القطن والفدان هيجيب كام امتار، ففي الاخر برضو دي مش هتبقى مجزيه للفلاح، هي دي جزئيه مش مرتبطه بالزراعه. انا عارف ان الزراعه ارشاد وانتاج ودعم للفلاح، فاحنا بنبحث، لكن التسويق احنا ما يعني احنا بنساعد الفلاح فيه، لكن ما فيش منظومه معينه للتسويق زي ما انت عارف. طيب انا هتابع برضو التسويق ده مع كل الجهات ومع جمعيه منتجي الاقطان. ليه صعيد مصر احنا كده يعني متشطرين عليهم شويه بصراحه، الناس من حقها تكسب. طيب استعدادات حضرتك ايه كوكيل وزاره الزراعه في المنيا للموسم الشتوي؟ احنا في صف طبعا الفلاح اول حاجه بنقدم له وبنجهز له مثلا نشوف المساحه المزرعه من القمح، عندنا محاصيل استراتيجيه من القمح. او حلو قوي ان انت حضرتك ذكرت القمح. السياسه تمام. الصنفيه احنا عندنا في الصعيد، المنيا تعتبر اول محافظات الصعيد في الصعيد في زراعه القمح. فموسم السنه دي ليه سياسه صنفيه، ايه الاصناف اللي هتبقى موجوده عندنا، هتوفرها لهم منين؟ يعني الاداره المركزيه لانتاج التقاوي. طبعا الاداره المركزيه لانتاج التقاوي تابعه للوزاره. تمام. انتوا بقى هيكون موجود وباقي الاصناف اللي مش موجوده في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، باقي الاصناف من الشركات المعتمده برضه من وزاره الزراعه. ما هي الشركات دي بتبقى شغاله يعني تبع يعني باشراف كامل من وزاره الزراعه ومركز البحوث. وزاره الزراعه. عندكم حقول ارشاديه؟ وحقول ارشاديه طبعا. واهم شيء توفير مستلزمات الانتاج، وموضوع التنسيق بين وكيل وزاره الزراعه ووكيل وزاره الري عشان الميه. حضرتك الاسمده كان وضعها ايه في الموسم الصيفي؟ الموسم الصيف الحمد لله ما فيش اي مشكله في محافظه المنيا، واي كان مشكله كان قابلتني بحلها بحوله لجمعيه ثانيه، لكن الحمد لله تغلبنا على جميع المشاكل. صرفنا بنسبه كام في الميه للناس؟ يعني في حدود يمكن 77%. ليه دايما بيبقى عندي جزء ما صرفش؟ هو عاده الجزء اللي ما صرفش يا اما مساحات، في ناس عندها مساحات اكتر من 75 من 25 فدان. ايوه. فده ما بياخدش دعم او اسمده مدعمه. طبعا في مساحات بيصرفها صاحب الحيازه مش بيصرفها المستاجر. وده بالاتفاق ما بينهم. بالاتفاق ما بينهم. عشان نبقى موضحين، هو بياخد بيأجر منه الارض بسعر اقل من سعرها، في نظير ان هو يقول له انا مش هاخد الاسمده. تمام طبعا. ده اللي بيحصل. لكن في عموما انت راضي عن صرف الاسمده في محافظه المنيا؟ لا الحمد لله ما فيش مشكله. الناس بتشوفنا في الزراعيه مباشر، اللي عنده مشكله يكلمني علشان هنبلغها على طول للمهندس عبد العاطي يرد عليها. اللي عنده مشكله في الاسمده في المنيا يقول لنا بسرعه. تمام. ماشي يا فندم. طيب واي واحد في اي مشكله يتفضل مكتبي فوق دماغ من فوق وانا احل له مشكلته. انا عارف ان مكتبك مفتوح، ما فيش حاجه اسمها مش موجود اصله في مرور. لا انا عارف ان انت بتقابل الناس. استعداد اطلع معاه كمان. ربنا يوفقك ويقوي. بشكرك المهندس عبد العاطي الصديق وكيل وزاره الزراعه بمحافظه المنيا. انا بشكر حضرتك. قال كلمه قبل ما يقفل، اخر كلمه في المداخله، قال لي وانزل معاه كمان. هي شعور جميل جدا، ويعني حب للعمل
لكن انا بقى يعني بعترض عليها بشده. انا عاوز ان احنا كلنا نشتغل، ان كل الفريق العمل في مديريه الزراعه يبقى معاه، كل مهندس زراعي يقوم بالجزئيه بتاعته، لان انت عندك زمامات كبيره وعندك عدد فلاحين كبير، لازم كلنا نشتغل، فرد واحد مش هيشتغل لوحده.